السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ودي أتكلم عن معنى السعادة. كلنا ودنا نعيش بسعادة وبراحة وطمأنينة، لكن تختلف السعادة من شخص لآخر. من الناس اللي يشوف السعادة لما يسافر برا بعيد عن الناس بمكان ما يعرف فيه أحد ويبدي علاقات محرمة وبكذي يرتاح، والبعض الآخر يشوف السعادة بالفلوس وبجمعها، حلال حرام رشوة ربا ما تفرق وياه، المهم جيبه ينترس. وبعضهم لا يتفنن بالسعادة، يقول قبل النوم ودي أسمع موسيقى كذي لطيفة رومانسية وأعيش بأجواء وسلطن، لكن للأسف هالمساكين هذولا ما عرفوا السعادة الحقيقية. في الدنيا لذة، في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق جنة ولذة الآخرة، وهي الأنس ومناجاة الله سبحانه وتعالى والقرب به جل وعلا. هذه السعادة الحقيقية. لذلك هذول اللي يسوون بعض الأمور ويشوفون فيها السعادة تلقاهم يردون مرة ثانية ويشتكون، احنا سوينا كل شيء لكن احنا بالفعل ما وجدنا السعادة. لذلك انتم مغامرين جربتوا كل شيء، وانا اليوم جايب لكم فرصة أخيرة، تجربة مجانية، ما أبي منك فلوس كلش، أبيك بس تجربها. لذلك اليوم الآية اللي بنطلق منها هي آية في التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تخيل ذنوبك يغفرها لا وبشرك ويبدل سيئاتك حسنات. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. تخيلوا معاي، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. لذلك من وراء الشاشة أقول لك هذه إيدي، حط إيدك بيدي وتعال دش هالبيت، هالمسجد. المسجد فيه أصل السعادة، فيه الراحة، فيه انشراح الصدر، فيه الفرحة اللي أنت قاعد تدورها، تراها الدمعة ما تنزل بهالأماكن، هذه الدمعة اللي تنظف قلبك وتشرح صدرك. تعال دش وياي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم.